Wesh Narava, j'espère que vous comptez sur nous à bientôt bien. Ouais, pour aujourd'hui, on va parler d'un complément alimentaire qui s'appelle la whey. Ouais, Fabim Ha, on va parler de la whey. Les gens qui disent que c'est le Marib. Le problème, c'est qu'il y a un temps comme sur la vidéo, mais il y a aussi un moment que tu fais un peu de temps pour que tu t'abonnes. Ou que tu aimes le faire le genre. Ou follow les sur Instagram et t'as le canal ou le nom. Ou que tu aimes le faire. Peace. كما قلنا غادي نهضروا على هادلاوي. هادلاوي هي جايه من مصنعه في امريكا، شركه امريكيه فيها 24 غرام ديال البروتين، 5.25 غرام تاع البي سي ا ا، 120 سعره حراريه وغنيه بالجلوتامين، وكتخلط بالماء، وفيها 2 كيلو شوف 2 كيلو و 180 غرام، فيها 70 سيرفين، وكل سيرفين فيه 2 ديال لي سكوب، حيت السكوب ديالها صغير. نوريكم بحال السكوب ديالها، هذا هو السكوب ديالها، يعني صغير. قربوا الكاميرا باش تشوفوا. المهم الدراري، كما قلنا هاد لاوي هادي شنو كتعطيك؟ كتعطيك واحد الضخامه عضليه نقيه، واحد ديفلوبمون موسكولير نقي صافي، خالي من الدهون حيت ما فيهاش الكربوهيدرات كاع. فيها 120 سعره حراريه، وهي بحالها بحال لاوي غول ستوندار. الاختلاف الوحيد اللي كاين بيناتهم هو ان لاوي غول ستوندار ما فيهاش 120 سعره حراريه، ومختلفين في السكوب، في شكل السكوب. هذاك السكوب ديالها فيه 30 غرام، هذه السكوب ديال جوج سكوبات منها عاد كيعطيوك 34 غرام. هما هذو الاختلاف اللي كاين، اما نفس المحتوى اللي كاين بحال 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 كاين نفس الشيء. المهم الا كنتي ما تفرشش، ما عرفتش الشرح ديال الله يقول صندوق يطلع لك هنا باش تطلع تفرش له. هذا ما كاين على هذا على هذا الكومبليمون اليمونتير، وكيفاش دير تعرفوا واش فري ولا مزوره. نوريكم واحد الطريقه اللي كنجربها انايا، نبين لكم البلان ديالي، نوريكم كيفاش دوز تعرفوها واش اوريجين ولا فيها لا. المهم كاين بعدا ملي كنخدم بايفون تيكون حتى في الاندرويد دوري غيكون واحد لابليكاسيون، لابليكاسيون سميتها كويك سكان. هادي هاد لابليكاسيون، اون فوا كي ديتيكتي داك لابليكاسيون كيديتيكتي بان داك الكود باغ كاين، يعني داك الكومبليمون اليمونتيغ راه فري. المهم جيسبيغ كو عجبكم هاد لافيو، استفدوا منه واخا غير شويه. خبط تخلي شي ابوني هكدا ولا عباس.